الحقيقة بالأمس انطلقت فعاليات مهرجان زايد الدولي للإبداع في إطار الاحتفال بمرور 20 عام على إنشاء مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مع مرور الذكرى 10 كمان لرحيل زايد العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة. يعد المهرجان الحدث الأول من نوعه في مصر، واللي بيضم مختلف الحقيقة أنواع الأنشطة، ما شاء الله، يعني تكنولوجيا، فن، سينما، موسيقى، رياضة، حدث ولا حرج كما يقولون. ولكن حيث أن حفلات المهرجان فيها العديد من الفرق الفنية والإنشاد والمطربين، يعد المهرجان الأول من نوعه في هذه المهرجانات القومية. الحقيقة مهرجان قومي مصري مستقل غير قابل للربح، يعني فعاليات كتير، أنشطة كتير، أسرار كتير حول انطلاق هذه الفعاليات هنعرفها من ضيفي اللي مشرفنا النهاردة وضيفكم في الاستوديو، أستاذ دكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل والشريك الأساسي للمهرجان. دكتور نهارك سعيد، وبنبارك لك على انطلاق فعاليات هذا المهرجان الرائع. ولكن خليني أسأل حضرتك في البداية عن سر الفكرة، جت منين؟ خاصة وأنا بتكلم مع حضرتك قبل الهوا قلت لي لا الفكرة مش جديدة. نهاركم سعيد أولا، وشكرا على استضافتي النهاردة. الحقيقة ده يعني مهرجان جميل ونحب نتكلم عنه. زي ما حضرتك كنت بتسأل على الفكرة، الفكرة الحقيقة بدأت من عدة سنوات من مدينة الشيخ زايد نفسها ومن مجموعة مجلس الأمناء والمستثمرين بتوع الشيخ زايد، وكانوا عملوا فعلا مهرجان أو اتنين في قبل ثورة 25 يناير، ما كانوش بنفس الحجم اللي احنا بنتكلم فيه، وتوقفت الفكرة دي لمدة لعدة سنوات، الأربع سنوات الماضية تقريبا. فاحنا فكرنا في إحيائها مرة أخرى، والحقيقة مجلس أمناء المدينة والمستثمرين، مجلس المستثمرين ومدينة الشيخ زايد نفسها، وخصوصا بمناسبة انتقال جامعة النيل إلى مقرها الدائم بالشيخ زايد، فأصبحنا جزء من المجتمع بتاع بالزبط. الشيخ زايد. وحضرتك زي ما انت عارف احنا الجامعة عندنا يعني أفكار وطموحات كبيرة قوي بالنسبة لها، لأن جامعة النيل دي هي أول جامعة أهلية بحثية في مصر في القرن 21، يعني كانش فيه جامعة غير الجامعة المصرية الأولى لما طلعت في 1908 اللي هي أصبحت جامعة القاهرة، وقادت مسيرة التطور في المجتمع المصري في 100 سنة اللي فاتت. فجامعة نيل أول جامعة في القرن 21، ويعني نفسنا أننا نقود مسيرة التقدم والتطور في 100 سنة اللي جايين إن شاء الله. إن شاء الله. صحيح إحنا يعني مهتمين أكثر بالتكنولوجيات والتكنولوجيات الحديثة والمتقدمة والإدارة وعلوم الإدارة وإدارة الأعمال، لكن الجامعة هي بتعتبر منارة للمجتمع، هي يعني ليها دور ودور مهم جدا الحقيقة. أهم حاجة بالنسبة لنا إحنا لما بنفكر مش بس إننا بنعمل تعليم وبحث علمي متقدمين، لكن إحنا بنهتم قوي بفكرة بناء الإنسان المصري. تمام. بناء الإنسان المتكامل. مفيش يعني احنا اهتمام كتير قوي اننا فعلا عايزين ننمي الاقتصاد ونحسن الاقتصاد، لكن مفيش تنمية حقيقية بدون تنمية بشرية. تمام. وبدون اشتراك وتنمية الانسان. الانسان المتكامل ده يعني مش بس بيبقى عنده علم ومعرفة، لكن لازم يكون عنده يعني تذوق للفن، تذوق للموسيقى، تذوق للجمال. هو ده اللي بيعمل المجتمعات المتقدمة، هو ده اللي بيعمل جودة الحياة، هو ده اللي بيخلي الإنسان يرتقي إلى الإبداع وإلى الابتكار، وهم دول قاطرة المجتمعات الحديثة اللي هتقود المستقبل إن شاء الله، وخصوصا بالنسبة للشباب، لأن ثروتنا في شبابنا ومستقبل البلد كلها في الشباب اللي هنطلعه وهننميه. شيء جميل ان حضرتك بتقول ان الاعتناء والاهتمام بالتكنولوجيا يتواكب ويسير على نفس الخط بالتوازي مع الاهتمام بالتنشئه والتنميه البشريه واثراء الثقافه والفن في نفس الوقت. ولكن مطالبين كان في هذا المهرجان بارضاء اذواق عديده ومختلفه وايضا مراحل عمريه مختلفه. خلينا نتكلم على
فعاليات وازاي قدرتوا تقدموها وازاي قدرتوا تنسقوها وازاي قدرتوا تحصروها؟ زي ما قلت ما شاء الله فعاليات كتير جدا. هي فعاليات كتير قوي يعني فعلا، يعني احنا مش بس بنتكلم على ابتكار وتكنولوجيات، ده جزء من المؤتمر بالزبط. وفي جزء مسابقات، في افكار بيقدمها الشباب ويقدمها افراد المجتمع لحل مشاكل موجوده في المدن المصرية أو في المجتمع المصري، ودي مسابقة وهتبقى مسابقة مهمة جدا وهيطلع منها يمكن أفكار، وهنحاول نساعد في ريادة الأعمال بحيث أننا نشجع الأفكار اللي ليها مردود اقتصادي أو اجتماعي أنها تتنفذ. في جزء لتنمية الشباب، حبه للعلم والتكنولوجيا. جميل. فهنشترك، احنا عندنا فئات عمرية مختلفة جداً. ومسابقات بفئات عمرية مختلفة من السن الصغير إلى سن 14 سنة، وأكبر من سن 14 سنة إلى الشيخوخة، يعني ممكن أي حد يشترك في المسابقات وفي يعني الفعاليات بتاعة المهرجان. يعني امبارح كان جزء من المعرض الفني اللي افتتحناه امبارح، كان في مجموعة من الأطفال، حضرتك لو تشوف الرسومات بتاعتهم، ودي معروضة في جامعة النيل، يا ريت يعني المجتمع المصري يروح ويتفرج على الشغل بتاعهم والرسومات المبهرة اللي عملوها، وسنين صغيرة يعني سن 8 سنين و9 سنين و10 سنين، ومطلعين يعني حاجات مبهرة جدا. ده طبعا بجانب الفنانين الكبار اللي هم مشتركين في العرض الفني التشكيلي. فزي ما حضرتك بتقول، احنا عندنا مسابقات لتنمية مواهب الأطفال سواء علمية أو تكنولوجية. يعني في أحد فعاليات المهرجان إن الأطفال الصغيرين يشتركوا في بناء إنسان آلي، روبوتس. عندنا يتعلموا إزاي السيارات بتعمل، إيه هي النظريات، ويقدروا يتفاعلوا معاها ويفهموها ويصلحوها إزاي. في حاجات كده. عندنا جزء علمي مهم جدا اللي هو هنجيب تلسكوبات والشباب والاهالي يقدروا يتفرجوا على القمر والنجوم. ما شاء الله، انتوا اعتنيتوا بحاجات كتير جدا الحقيقه يا دكتور. خليني قبل ما اكمل كلام مع حضرتك ناخد مداخله من استاذ محمد مديان احد مؤسسي اكتوبر رانرز، وهنتكلم معاه عن فعاليات الامس اول يوم. استاذ محمد صباح الخير. استاذ محمد صباح الخير. استاذ محمد مديان، استاذ محمد معانا؟ لا. طيب على بال ما ندخل في مداخله مره ثانيه ونكلم استاذ محمد، خلينا نرجع مره ثانيه لفكره زي ما كنت بقول لحضرتك قبل الهوا، دور الجامعات الاهليه وفكره الجامعات الاهليه انها تتبنى مثل هذه المهرجانات الضخمه، جايز احنا مش متعودين عليها شويه، ولكن كلمني حضرتك ورجعك مره ثانيه لموضوع ان جامعه زي جامعه النيل تتبنى مثل هذا المهرجان الضخم. زي ما قلت سيادتك، طيب معانا الاستاذ محمد مديم احد مؤسسي اكتوبر رانر. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور. معانا ضيفنا النهارده استاذ دكتور طارق خليل رئيس جامعه النيل، وبنبارك لكم على انطلاق فعاليات المهرجان، وانا عارف كمان ان النهارده عندكم احدى الفعاليات اليوم هتكلمنا عنها. ايوه بحب ارحب بيه الاول. احنا النهارده اول فعاليه عندنا كان مسابقه الجري، التجمع كان عندنا الساعة 8 الصبح، كان ده أول فعالية من ضمن الفعاليات الرياضية. المسافة كانت 5 كيلو و300. احنا دلوقتي حاليا لسه مخلصين السبق، وفي أنشطة دلوقتي رياضية تانية بتتعمل عليها جوائز. تمام. ده بالنسبة لأول فعالية معانا النهاردة. في فعاليات تانية؟ في فعالية تانية يوم الجمعة الجاية اللي هو هيبقى يوم 10 إبريل، دي هتبقى دراجات، هيبقى التجمع برضه في مدينة مدينة الشيخ زايد عند الميدان البستان اللي هو عند مجمع السينمات، برضه نفس الموعد اللي هو الساعه 8 الصبح. في تذاكر للناس اللي معاش دراجات، واللي معاه الدراجه بتاعته بيقدر يشاركنا طبعا من غير اي رسوم ولا اي حاجه. استاذ محمد، كنت بتكلم مع ضيفي الاستاذ الدكتور طارق خليل الحقيقه، وكان مهتم جدا بعمليه التنميه البشريه، ان يسير الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا جنبا الى جنب مع التنمية البشرية من خلال الفعاليات الرياضية، من خلال فعاليات ثقافية أدبية فنية غنى. ولكن الحقيقة أنا عجبني جدا موضوع أن من ضمن إحدى الفعاليات الناحية الرياضية، يعني فكرة أن أنا أهتم بالنشأ أو أهتم بالجيل الجديد رياضيا زي ما قلت بيسير جنب إلى جنب مع التنمية التكنولوجية. رأيك في الموضوع ده؟ طبعا احنا اما انا بدي بعمل حاجه زي كده زي مهرجان زايد،
وببقى جامع فيه كل حاجه، ثقافه، رياضه، فن. طبعا ده بيخلي بيعمل تنميه في الانسان ذات نفسه ان هو يشارك في كذا حاجه. وكمان ان احنا في الاوقات اللي احنا فيها دي الترند بتاع الرياضه بقى ظاهر جدا في شوارع القاهره، زي ما احنا بنشوف كل جمعه الصبح بيبقى في كذا مجموعه ليها نشاط رياضي مختلف. فان احنا نشارك بحاجه زي كده ونبقى ماشيين ضمن الترندز اللي موجوده في مصر دلوقتي، ده طبعا شيء كويس جدا. وزي ما احنا عارفين ان الرياضه بتحافظ على صحه الانسان، يبقى حاجه كويسه جدا. انا بعمل معاك كمان الصبح دلوقتي، الصبح بدري ببقى بخلي الناس تستمتع بالشوارع وهي فاضيه، الناس كلها ذات نفسها تبقى مبسوطه جدا الصبح. ده رايي استاذ محمد. الحقيقه انا بهنيك مره ثانيه، وانت احد المؤثرين والمشاركين في هذه الفعاليات، وبقول لكم مبروك على هذه لو هذا المهرجان الرائع. استاذ محمد مديان احد مؤسسي اكتوبر رانرز، بشكرك مره ثانيه، شكرا جزيلا. شكرا لك. برجع ثاني معاك يا دكتور لفكره اقامه مثل هذه المهرجانات من خلال الجامعات اللي هي اللي احنا مش متعودين على ان احنا نسمع ان احنا جامعات استضافت مثل هذا المهرجان الضخم. ما انا عايز برضو اذكر الحقيقه برضو افضال الاستاذ عادل لطفي اللي هو دينامو بتاع المهرجان ده، اللي هو من رئيس هيئه مستثمري الشيخ زايد وفي مجلس امناء المدينه، لان هو من الناس اللي يعني ليهم فضل كبير في الاهتمام واقامه المهرجان واعاده اقامته مره اخرى. الجامعه دورها طبعا زي ما قلت لحضرتك في الجامعات عموما، الجامعه دورها تنويري اكثر من انها مجرد انها تعلم او تدي دروس او تعمل ابحاث. دورها في المجتمع مهم، او في تنميه المجتمع عموما. فتبني هذا المشروع كجزء من فعاليات اللي بنعملها لخدمه المجتمع وخدمه اهالينا، لان دي جامعه اهليه زي ما قلت لحضرتك، وعندي الشباب بتوعي دايما يقولوا دي جامعه اهل مصر. ما شاء الله. يعني هي ده اللي موجوده عشان تساعد اهل مصر سواء في العلوم او في التكنولوجيا او في التنميه الانسانيه. وهذا الدور المؤثر مع اهالي الشيخ زايد ومدينه 6 اكتوبر بالتحديد. والله طبعا وجودنا في مدينه الشيخ زايد هو فيه كذا حاجه، يعني كذا رمز كده حضرتك تقدر تاخده. وجودنا في مدينه الشيخ زايد بيدينا يعني نوع من المسؤوليه ان احنا عايزين نخلي الشيخ زايد دي منطقه مثاليه. جميل. هتبقى نموذج للمدن الاخرى الصغيره المنبثقه، بحيث انها مش بيبقى تتمتع بالجمال والهدوء والصفاء، ولكن تتمتع بالعلم والتكنولوجيا والفن والموسيقى. جميل جدا. تبقى يعني زي نموذج ثقافي يعني متميز المدن الاخرى ممكن تزيها. حته ثانيه برضه وجودنا مع الشيخ زايد في هذا الوقت، طبعا الشيخ زايد زعيم عربي كبير طبعاً. ودايما طبعاً. كان له افضال على مصر ويعرف قيمه مصر في القومية العربية وفي الدفاع عن العروبة، وكان ليه طبعا هو الفضل الكبير في إنشاء هذه المدينة وأنشئت باسمه، فإحنا بنكرمه برضه في هذه الاحتفالية. الاثنين دول مهمين بالنسبة لنا. مدينة الشيخ زايد بتحتلف بعشرين سنة، في 10 سنين مضت على وفاة الشيخ زايد، فدي برضه ليها سيمبل تاني مهم اننا طبعا كنا نشترك واننا نظهرها في الفعاليات بتاعتنا. زي ما قلت يعني احنا لينا يعني دور ومسؤوليه بالنسبه للمجتمع، بالنسبه للشباب، بالنسبه للصغيرين، بالنسبه للاطفال، بالنسبه للتوعيه. كنت اتخيل يا دكتور طارق لما تتكلم وانت رئيس جامعه، حضرتك رئيس جامعه النيل، انك تتكلم على مرحله سنيه معينه وهي التي تختص بها جامعه اهليه زي جامعه النيل، ولكن انا فوجئت بان حضرتك بتتكلمني على نشأة وسن صغير و14 سنه واعمار كمان بتعدي سن الجامعه. ما هو حضرتك لازم نبتدي من يوم ما الطفل يتولد ونستمر معاه لحد ما حتى بعد ما يعمل ويطلع المعاش وبعديها كمان الاهتمام به. فده اتصال ما نقدرش نقطعه. صحيح عندنا تركيز شديد وعارفين احنا بنركز في ايه وعارفين احنا بنتميز في ايه وعارفين المستقبل رايح فين بالنسبه للعلوم والتكنولوجيا بالزبط. وده اللي بنتميز بيه بالزبط. لكن عندنا زي ما قلت لحضرتك مسؤوليه مجتمعيه، وجزء من المسؤوليه المجتمعيه بتاعتنا بالزبط. ان احنا بننمي الاقتصاد، وتنميه الاقتصاد ده لازم يعني بيحتاج الى ابداع والى ابتكار حقيقي. والى رياده اعمال حقيقي. احنا بنعمل شغل كتير قوي في رياده الاعمال، يعني حتى
خلق ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري احنا واخدينها على عاتقنا. يعني كان عندنا حاجة اسمها مسابقة رواد النيل، رحنا في أنحاء الجمهورية كلها، في أسوان وفي سيناء وفي إنا وفي الجنوب وفي الشمال، وخدنا الشباب اللي هم عندهم أفكار وعايزين ينموا أفكارهم، اديناهم تدريب عن على ريادة الأعمال، ونقينا حوالي 400 مشروع ركزنا عليهم، ومنهم 25 نجحوا أو تفوقوا في عملهم، وحاولنا نوجد لهم تمويل بحيث أنهم ينفذوا المشروعات دي وتظهر في حيز التنفيذ ويبقى ليها مردود اقتصادي. الدكتور، فعالية زي فعالية رصد النجوم وأيضا نقل التراث النوبي علشان الناس تعرفه، كنت بكلم حركة قبل الهواء على الموضوع ده، قلت لا مش بس أشرف تراث النوبي، احنا بنتكلم على التراث المصري كله بالكامل، ولكن خلينا نتكلم في البداية على فعالية رصد النجوم. على التراث النوبي، التراث النوبي وفعالية رصد النجوم. رصد النجوم حضرتك دي طبعا في ظاهرة مهمة جدا، حضرتك كان لسه عندنا كسوف الشمس قريبا، وعندنا دلوقتي القمر هيبقى قمر 14 زي ما دايما بنحب نشوفه، انما لما تشوف قمر 14 من قريب قرب القمر نفسه هتلاقي انه شكله مختلف، هتلاقي السماء شكلها مختلف، فده برضو لخلق التشوق لدى الشباب ولدى الاهالي انهم يشوفوا العالم الكبير اللي حوالينا ده. حاطين بنتعامل مع مكتبة اسكندرية وليها مجهود معانا كويس قوي في هذا الموضوع، وعندنا هنجيب 14 تلسكوب وفي ناس هتجيب التلسكوبات بتاعتها وهتبقى في الهواء الطلق، هيتفرجوا على السماء والنجوم والقمر عن قرب، وهتبقى يعني خبرة ممتعة بالنسبة للعالم ومجال جديد بالنسبة للطلبة. بالنسبة للطلبة، التراث النوبي، التراث النوبي والتراث المصري مهمين جدا. طبعا النوبة جزء لا يتجزأ من مصر ولها تاريخ وتاريخ عظيم، والحقيقة كان في السنين اللي فاتت لسبب أو لآخر أهملنا التراث النوبي، وده لا يصح ولا يستوي، فيجب الاهتمام به ويجب إظهاره إلى حد كبير والاهتمام به، لأن أولاد النوبة هم أولادنا وأخواتنا طبعاً. ويجب أن يكون ليهم دورهم الفعال، لأن كان ليهم دور فعال دايماً في التاريخ المصري. اليوم العالمي للتكنولوجيا يا دكتور، وأنت حضرتك دايماً تركز على الشق العلمي، ده صحيح، وحضرتك كنت بتكلمني قبل الهوا على كلمة اليوم العالمي للتكنولوجيا بالتحديد، عايز أركز عليه. شوف حضرتك، إحنا أولاً جزء من عمل الجامعة هو استقطاب العلماء المصريين في الخارج اللي هم اخواتنا وزملائنا واولادنا اللي عملوا وكان ليهم احتكاك عالمي كبير، لان دول بيضيفوا الينا خبرة كبيرة وبينقلوا التكنولوجيا. فعندنا يومين من الايام جايبين علماء من الخارج من اخواتنا واولادنا، حقيقة في جمعية يعني تطوعت ان هم يقوموا باستجلاب هؤلاء العلماء بالنيابة عن جامعة النيل للاشتراك في فعاليات هذا المهرجان وفي غيره في المستقبل، هتستمر دي إن شاء الله، وحييجوا يعني عندنا ناس جايين من مايكروسوفت بيتكلموا عن الكمبيوترز بتاعت جميل المستقبل، جميل، الحواسب، التكنولوجيا القادمة، التكنولوجيات المتقدمة. ده امتى يا دكتور؟ ده يوم 3 و4 إن شاء الله. جميل، يعني السبت والحد يعني بكره وبعده ان شاء الله. بالظبط دكتور، انتوا فتحتوا المجال وفتحتوا الباب مش بس لجامعه عليا زي جامعه النيل، ولكن انا بتكلم على المستقبل، جامعات كتير اعتقد هتحذو حظوكم في الفتره القادمه، وجميل ان حضرتك بتركز قوي بعيد تاني مش بس على الشق العلمي والتكنولوجيا، ولكن على تنميه الانسان المصري ونشر الثقافه والعلم والفن والغناء وكل انواع الرياضه الموجوده. انا مش عايز احسدكم. لا والله، هو الحقيقة مش زي ما بقول مش هيحصل تنمية للمجتمع عموما والتنمية الاقتصادية ما تنفعش من غير تنمية الإنسان عموما. بالزبط. وإحساسه بالجمال وإحساسه بجودة الحياة. بالظبط دكتور، احنا وقتنا خلص وانا مش عايز اسيبك تمشي، ولكن انا بس عايز اقول كلمة في النهاية، ان كان في كمان مهرجان او معرض للكتاب بشكل دائم ومستمر في هذه الفعاليات، وكان في حفلات لتوقيع العديد من الأدباء على هامش هذه الفعاليات، ولكن تحية مرة أخرى لجامعة النيل
تحية للشيخ زايد رحمه الله، وزي ما بقول رسالة بتوجهها جامعة النيل لكل الجامعات والمحافظات في مصر، أن التنمية البشرية وتنمية المواطن والنشأ المصري دايما تسير جنبا إلى جنب مع التنمية العلمية والتكنولوجية. كل الشكر لحضرتك، وعلى وعد بلقاء متجدد والمزيد والمزيد من فعاليات المهرجانات المبدعة لجامعة النيل الأهلية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ دكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، وعلى وعد بلقاء متجدد. شكرا. مشاهدينا لسه مكملين معاكم فقراتنا، تابعونا ولكن بعد هذا الفاصل.